السلام عليكم الاخوان، معكم قناه عيون العرائش. هنا الان حنا كنتواجدوا في النهضه جوج، كاين شي اخوان مفاعلين معنا وكيديروا شي الفن ديال الرسم في الحي ديالهم. اعطينا شي كلمه. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. دابا حنا في الحي ديالنا كنحاولوا ان هذا الشيء يكون لجميع الاحياء مدينة العرائش، اللي تكون يعني بادرة طيبة للأحياء الأخرى، يكون واحد وجه مباشر لمدينة العرائش، تكون يعني قدرة لجميع المدن، فهمتي؟ يعني تكون تحفة نادرة، يعني مدينة جميلة بكل الألوان الخلابة ديالها. بغينا نعرفوا هذه البادرة، هذه شكون اللي تبرع فيها وشكون اللي هذه؟ يعني بادرة جات من الأحياء جميع، يعني جميع الاحياء، يعني جميع الناس ديال الحي، فهمتي كيف؟ يعني كاملين ساهموا بها، يعني ماشي جمعيه ولا، كلها منخرطين، يعني الناس ديال الحي منخرطين فيها. حتى شي جمعيه هيدا ما عاونتكم؟ الجمعيه ما داخله معنا، فهمتي؟ غير حنا مع بعضياتنا. وفي هذا الحي هذا واش فيه شي جمعيه ولا لا؟ لا، ما كاينش جمعيه. ما كاينش جمعيه. شي كلمه توصلها للسلطات على هذا؟ كنتمنوا من السلطات انها دعمت الشباب هادو، فهمتي كيف؟ دعمهم، يعني تشوف جميع، يعني الدعم هاد الشباب هادو باش يكونوا قدوه للاجيال الصاعده، فهمت؟ شي اللي كاين. تحياتي ليك وكنشكرك بزاف، كنتمنى لكم المزيد من العطاء. الله يحفظك. تحياتي ليك. الله يكرمك.